ثم قال لتتبعن سنن من قبلكم، هذا التشبه، لتتبعن سنن أي طرق من قبلكم، حذو القذة بالقذة، قذة السهم بقذته الأخرى، لأنه يجعل له رياش حتى يتعادل إذا أرسل، كل جانب يسمى القذة من الريش، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، مع أن جحر الضب معروف بأنه عسر ومضيق، لكن تشبه حتى في الأمور التافهة يحصل من بعض الجهال، وهي أمور تافهة. أما التشبه بالخير والتشبه بالأعمال الصالحة هذا طيب، لكن التشبه في الأمور التافهة أو الأمور المحرمة وهي أشد. فبين صلى الله عليه وسلم أن سبب هذه المقالة التشبه، وأن التشبه يجر إلى الشرك أحيانا، لأنهم يستحسنون ما عليه الغير حتى ولو كان شركا. وما أوقع عباد القبور اليوم في الشرك إلا التشبه، يتشبهون بمن قبلهم ويتعلقون بالقبور، التشبه، ويشركون بالله عز وجل. فالتشبه خطير جدا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بنى كتابه اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم على التحذير من التشبه، كل الكتاب في هذا الموضوع، تحذير من التشبه بالكفار والتشبه بالعصاة والتشبه المذموم. قلتم والذي نفسي بيده، أقسم صلى الله عليه وسلم باب التأكيد وهو الصادق المصدوق، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. بنو إسرائيل لما خرجوا من مصر مع موسى عليه السلام وعلم فرعون بخروجهم، خرج بجموعه وقضه وقضيضه في أثرهم حتى توافوا عند البحر، توافوا عند البحر، قالوا البحر أمامنا والعدو من خلفنا، إنا لمدركون، إنا لمدركون، البحر أمامنا والعدو من خلفنا. قال موسى كلا، إنما يا ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، فضرب البحر فتجمد وصار طرقا على عدد بني إسرائيل، أسباط بني إسرائيل، فسلكوه طريقا يبسا، وبحر يبسه الله صار طرق على عدد بني إسرائيل. فلما تكاملوا خارجين دخل فرعون وقومه في آثارهم، فلما تكاملوا داخلين أطبقه الله عليهم فغرقوا عن آخرهم، ونجى الله موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. ومع هذا لما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، تشبه. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون.